في اليوم قديش الناس رح تحتفل بوداعه. هنسميه احتفال مش رح نسميه مقتم وجنازة، لا نحن حاسين انه اليوم جايين هيك نحس فيها ونتذكرها وبس، ومنقول لها انه رح نشتاق لها ورح نفتقد لها كثير. اليوم صباح لما بتقول انه فقد لبنان صباح، مصر بيقولوا مصر فقدت صباح، المغرب بيقولوا المغرب العربي فقدوا صباح، الخليج العربي فقد صباح.